السلام عليكم مزول في اللون، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة مع فيديو جديد، فيديو ترافل بالتمر وبدون سكر وعسل. نبدأ على بركة الله. عندي 50 غرام جوز هندي أو كوك، عندي 2 معلقات كبار كاوكاو بودرة، عندي 50 غرام لوز و7 تمرات ثوم مجهول قرفة ومعلقة كبيرة مزهر. اول حاجه غادي نشد كاع المكونات كلها وغادي نطحنهم في الترموميكس ولا في طحان عادي، ماشي مشكل. الحق الوصفه المهم خفيفه وسهله وتصلح في سواء في الفطور سواء في السحور، تاخذ تشرب مع شي عصير هكا، يعني كنظن غادي تشد غادي تشد الجوع. يعني تقدروا تزيدوا فيها، حتى هنا درت زيت الكوك اللي خاص بالاكل، ماشي بالضروره خاص بالاكل، اللي كتشريوه بيو يصلح الاكل ويصلح حتى البشره والشعر. هنا غادي نستعمل البليند، غادي ندير اكبر سرعه وندير 30 ثانيه باش يطحن لي المكونات كامله. حقا شفت الوصفة عند أمل مزرياحي، قلت علاش ما نجربهاش، هي درت دوبلة المقادير، أنا درت المقادير قسمتهم على 2. حقا عجبتني بزاف، تقدر كما قلت لكم تزيدوا عليها حبوب الشيا، تزيدوا عليها الزنجلان، تزيدوا على داكشي اللي بغيتو. هي ما كتجيش حلوة في الحقيقة، كتجي عادي، يعني الحلاوة ديالها ناقصة وليني عجبتني أنا، ما حلوش بزاف. تقدروا الا بغيتوا تزيدوا الحلاوه زيدوا العسل، مي انا جاتني هي هذيك، خصوصا انت اللي هكا متبع ريجيم هذا احسن يخليها بهذا. انا كنشد البيستاش جوز الهند والكوك لوز كنفندهم فيهم صافي بهذه الطريقه، كنكوركويرات ونفند في كل. تقدروا في الحقيقه الزين كيبقى لكم، تقدروا تفندوا حتى في الزنجلان، حتى في دوك حبوب الكاكاو المرين اللي بغى مثلا يفندهم في الفيوتين اللي بغى اقل صحيه. صافي كنستمر حتى نكمل العجين. هذا هو تيكون الشكل النهائي، نتمنى تكون عجبتكم عجبكم الفيديو. الحقيقه كان جدا قصير، في فيديو مقبل ووصفه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.